دي مع الشهداء دي. والله مين اشهد اليوم 19 شهيد و 30 جريح؟ لا وصل فيك تنزل بالطين يعني تدفع صوره معك الطف. يا لا اهل ادلب لا لا ادلب نكتبها. بعد الخطاب الاستعراضي يلي القى المجرم بشار الاسد بوجود جوقه المطبلين المزمرين ويلي ارسل فيه سلام لاهل ادلب، طبعا هون بمدينه بني شو رسمنا رسمي لنقول له سلامك وصل عن طريق السيارتين المفخختين اللي فجروا بمدينه ادلب ويلي اودوا بعدد كبير من الشهداء والجرحى. طبعا احنا ما دائما ما مستغرب هاي هو مجرم وقتل عدد كبير من السوريين وما بنستبعد عنه اي فعل اجرامي، بس نحن ايماننا كبير بانه نحن اصحاب قضيه عادي وباذن الله بالنتيجه رح ننتصر. يوسف واي عادي سلمي على المصطفى.